ووصلنا لمساحتنا الأخيرة سلمى ضمن صباحنا غير لليوم ولمحطتنا التربوية. كثير بنشوف الأهالي بيعانوا من القصة مع أطفالهم وهي موضوع المصروف. على أعطيني مصروف، أنا بنتي بتقلي أعطيني البنفسجية كل شوي هي 2000 ليرة كل شوي هي أعطيني البنفسجية، ما دخل فيه ما فيه، هي بدها البنفسجية. فاليوم بدي لك أعطيني الفضية مثلا، لا هي ما خليتها أشوفها خلينا على البنفسجية يا سلمى. قد ايه اليوم الأهالي بيعانوا من هي القصة؟ طبعا هي مشكلة كثير كبيرة، وللأسف إنه يمكن البعض بيتهاون بالبدء تعليم الطفل كيف يطلب المصاري أو كيف يدخر مصاري بوقت معين، بيتركوه لحديت ما يكبر، وتصير بهذا الوقت كتير صعب أنك تعلميه شو يعني قيمة المصاري وشو يعني أنك تدخر. هون النقطة سلمى، أنه نحن منتهاون بالبداية، بيطلب بنعطيه، وخصوصا اليوم ضمن الظرف الاقتصادي والضغوطات اللي عم نعيشها. ولكن في ناحية تانية سلمى، يعني اليوم خلينا نحكي بشكل صريح، اليوم الألفين ليرة شو عم تجيب للطفل؟ يعني طبعا قيمة المال اختلفت، بس نفس الشيء بدك تقيسيها، سواء يعني مثلا انت امكانياتك هي 10 مثلا كمصروف، بدك تعلميه من هي العشرة انه ما يصرفها كلها، لانه مع الوقت رح يزيد متطلباته، فبالتالي انت ما عاد تستفيدي شيء. وهاي النقطة مثل ما عودتي ابنك، في مثل يعني المثل ابنك صح. على ما ابنك على ما تعودي و... لا على ما تربي، وجوزك على ما تعودي فظيع هي خلص احفظها رح نكون بمساحتنا الاخيره نحكي عن هذا الموضوع اليوم، نحكي كيف قادرين نوجه اطفالنا صح بموضوع الادخار والانفاق. اكيد ضيفتنا لليوم الاختصاصيه التربويه ربا ناصر. يسعد صباحك يا ربا. يسعد صباحكم. كيفك؟ صباح الخير. حاضر. عندك حدا بيقول لك اعطيني بنفسجيه؟ فضيه؟ رماديه وصلنا على الفضيه طبعا يسعد بيقول لون ثاني بس الحمد لله مو شراء يومي، يعني نحن عم نطلب حدا طلبها ولا الزرقاء، نحن عم نطلب الرماديه للادخار صراحه، عندنا كيس ندخر فيه. انا اذا بعطيها الالف بتقلي هي سو بتزيب. صح سو بتزيب هي ما بتجيب. اوكي هي ما بتجيب، بس انا قديش بدي اعلم طفلي القناعه، قديش انا بدي يعني انا وقت كنت صغيره كنت اخذ ليره تمام، الليره بالتسعينات كانت تجيب لنا تمام. اكيد انا هلا ما رح اعطي ابني 3000 او 4000 وعلمه عدم المسؤوليه، كمان الاسراف يعني انا علمه عدم الاسراف احسن ما علمه يدخر. يعني التقنين قدر الامكان هو افضل من اني انا علمه كل يوم شيل نص من مصروفك وادخره مثلا، وانا عم علمه الاسراف بالاحتياجات الثانيه. هلا اكيد الطفل بيحتاج مثل رفقاته مصروفه اليومي، بيشوف رفيقه عم يشرب عصير او مل من اللانش بوكس تبع المدرسه انه هو بده يغير طعمه اكيد، واكيد نحن ما فينا نحرمه من مصروفه اليومي، هذا شيء بديهي وطبيعي. بس انا قديش بدي اكون قدوه حسنه لابني، اكيد انا وقت بدي اخده معي على السوبر ماركت بدل ما اروح اشتري كيس مثلا الشيبس الكبير، انا بعلمه انه ماما في هون ركن الخمس اكياس مثلا ب 3000، خلينا ناخذ هذا العرض. شو عم علمه انا لابني؟ كثير انا عم علمه شغلات عم تخفف قدر الامكان من وطئه تعليمه الاسراف، يعني الاسراف شيء والتبذير كثير مهم، اني انا بعد الطفل عنه انه يشوف انه امه وابوه بنفس الوقت. يعني انا وقت بدي اروح اشتري له التيشيرت انا بقول له خلص على التنزيلات رح اشتري لك هاي التيشيرت اللي بدك اياها، صار يعرف يفكر صح، صار يعرف يفكر صح. هلا في كثير امهات بيقولوا انه لا انت صعب انت عم تحكي خيال، طب معلش انا بصباحاتي بمساءاتي بيومياتي العاديه بتكون احاديثي هيك مع طفلي. انا ابني بيقول لي ماما ما بدك تجيبي لي المسدس الكبير اللي وعدتيني فيه، هي السياره الكذا، بقول له طيب ماشي قد ايه جمعت مثلا؟ بيعدهم انه ألف خمسة وهدول وقديش صاروا 12. هلا كلياتنا بدنا ناكد على فكره انه قبل الخمس سنين الطفل ما عم يستوعب القيمه الماديه للشغله. انا بعلمه قدر الامكان اني انا بشتري لك ماما بس قديش انت فينك تساعدني بسعرها تمام. انا كثير علي اولويات بالمنزل وفي لوازم اقتصاديه هي مهمه، ما غذائنا اهم من اللعبه تمام. حتى اذا طلب مثلا هديه لرفيقه، ماما انا عازمني رفيقي عيد ميلادي او رفيقتي شو بدي اجيب لها؟ ماما ما بعرف، انت شو فينك توفر من هون لعيد الميلاد؟ اوكي. ودائما يعني مو ضروري اني انا لازم اجيب هديه لازم اجيبها، خلص علم الطفل يعني الشيء البسيط الشغلات يلي بتعبر بشيء معنوي تمام. انا هون قديش فيني اغرس فيه صفات حميده
وبنفس الوقت علمه القيمة التحمل المسؤولية المادية. طيب أنا بدي أسألك يعني قبل ما ندخل بهي التفاصيل كلها، اليوم الحديث المالي إيمت بيبدأ بالعائلة؟ يعني اليوم أنا مثلا أكيد بدي أحكي مع شريكي بالبيت بأنه قديش عنا مصروف، شو بدنا نجيب، شو بدنا نعمل، هاي التفاصيل هل صح نحن نناقشها ونحكيها قدام الأطفال أو لا؟ وإمتى لازم يبلشوا يكونوا هن الشريك بهذا الحديث العائلي؟ هلأ عمليا من وجهة نظر شخصية فوق الخمس سنين لازم الطفل يصير يتحمل معنى المسؤولية، يسمع هذا الحديث عادي ما في مشكلة، بس دون ما نجرحه. يعني أنا ما فيني أقول له إذا قال لي ماما أنا بدي الشغلة الفلانية، ما فيني أقول له ما بدي أجيب لك إياها، ما فيني أجيب لك إياها، مصاري ما بتأدي، ما بصير هيك، ما بحسسه بعدم الأمان. ما هو دائما بيعرف أنه في حدا كبير، وأنا بالعكس بقول له طيب أنا مدخرة شوية مصاري، هدول رح نخصصهم للشغلات يلي هي هيك رفاهية، تمام؟ أنا مدخرة، يي ماما الكبيرة مدخرة، المصرف المركزي مدخرة، فعمليا هو المول رح ياخذ مني، رح ياخذ مني الفكرة، تمام؟ فوقت أنا بدي أحكي قدامهم بهي، أنا بدي أحكي بطريقة ما تجرحهم وتحسسهم بالأمان، إنه هن دائما في شيء يعني الأب والأم بحسسوا الطفل بأمان مادي، إنه أنا قادر بس في شغلات أولى، إنه أنا مو كل ما رحت على أنا ماني رايحة اليوم على السوق ماما لنشتري أنا وياك ألعاب، ما نحن كل ما رحنا على السوق اشتري لي هاي اللعبة ماما ليه؟ خلص صار بيعرف انه انا اشتريت له. طب ماشي انا بوقف معه بالسوق، ماما اوكي شو رأيك نشتري هاي البسكويتة ونأجل اللعبة لوقت تاني بيكون معي انا جايب المصاري على القد، مرة تانية اكيد بوعدك، بس مثلا انا بحطها بالدرجة تحت ادراج تاني انه نحن بنكون خلصنا المذاكرات ومنشوف انه كانت علاماتنا، اكيد انا رح اهديك هدية. هاي ثقة موجودة بيناتنا ما بدنا نهتمها، تمام؟ بدنا نحب بعقل، وبدنا كمان نتصرف بعقل، وبدنا ندخر بعقل، وبدنا ننفق بعقل. يعني بدي أنا ابني يكون حدا بيرفكت وتفكيره سليم، ما يكون مثلي أنا وقت عم انفعل عم صب جام غضبي بموضوع تاني ما بدي. أكيد ربا كتير اليوم مهم مثل ما حكيتي الوعي من الأهل، وخاصة ضمن هاي الفترة. حلو اليوم نعلم الطفل شو يعني ادخار، شو يعني انه يتحمل مسؤوليه. هذا الطفل اللي عم تربيه بصغره يتحمل مسؤوليه اكيد حيكبر على نفس النشاه. حكيت نقطه كثير مهمه، الحرمان، يعني بصير في حب للمال، بصير يعني الهدف الاول والاخير بالحياه هو المال. شكرا ربا لحضورك اليوم وموفقه بمهمتك الانسانيه اكيد والتعليميه. حبيبه قلبي خلي لي اياكم، شكرا على الاستضافه الجميله حبيبي. شكرا لك وكل المعلومات اللي قدمتيها.